ويختتم مهرجان كيفه للتعدد الثقافي بعد أن استمر 3 أيام بلياليها. استطاع منظمو هذا المهرجان خلالها أن يسلطوا الضوء على الأسباب الرئيسية لتقدم المجتمع وتماسكه، وطرقوا أبوابا تتعلق بقيم المواطنة والانتماء للوطن واستغلال التنوع الثقافي لبناء دولة العدل والمساواة. لقد أظهرت الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة في المهرجان أن التنوع الثقافي مصدر قوة ودعامة أساسية في بناء موريتانيا بسواعد جميع أبنائها. شكرا لكم جميعا على وفائكم لمهرجانكم، شكرا لكم على ذاك الخيط الرفيع الذي ربطتموه بين الماضي والحاضر. الليلة ننهي هذا المهرجان الذي تبادلنا فيه البسمة مع القمر وسمفونيات العزف الجميل، ننهيه وفي خلجاتنا أمنيات ومطامح كثيرة لإبراز الدر الكامل من الموروث الثقافي لبلادنا. رئيس المهرجان أشاد بالدور الكبير الذي أدته الجهات الحكومية في إنجاح المهرجان باعتباره فضاء ثقافي يتسع للجميع، ويسعى إلى تجسيد ثراء التنوع الثقافي وتبني كافة المواهب لصقلها ودعمها من أجل العطاء والتميز. سادة الحضور، نشكركم ونشكر باسمكم وزارة الثقافة على ما بذلتم من جهد كبير للنهوض بهذا القطاع المهم والمحوري. أكفنا 3 أيام متواصلة على إحياء موروثنا الحضاري والذي يتسم باللحمة الاجتماعية وقيم التسامح والبذل والتضحية والتثقيف، سعيا منا لبث الروح من جديد في ساحتنا الثقافية والاجتماعية. وكنا قد اكتشفنا خلالها الأمسيات مواهب كثيرة واندفاع منقطع النظير من ساكنة الولاية. أثناء حفل الاختتام تم تكريم عدد من الشخصيات العلمية والأدبية والفنية، كما شهد الحفل مداخلات وعروضا متعددة ووصلات غنائية تعبر عن التنوع الثقافي وتعدد الأذواق الموسيقية حسب المشارب والفئات العمرية. محمد المصطفى، فابو الموريتانية، مدينة كيفه.